والآن مع كلمة معالي السيد الأستاذ هشام توفيق وزير الأعمال العام، فليتفضل سيادته. أستاذ الدكتور مصطفى مقبولي دولة رئيس الوزراء، السيدات السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم لنحتفل معا بثمرة جهود دامت لمدة تزيد على 3 أعوام في إعادة هيكلة واحدة من أهم الشركات المصرية العريقة التي كان لها أثرا كبيرا في نمو الصادرات المصرية، حيث تم وضع نموذج عمل جديد للشركة بيقوم على خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين من القطاع الخاص وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تمتلك أدوات التعامل مع الأسواق الخارجية تصديرا واستيرادا. الخدمة الأولى هي التسويق والترويج للمنتجات لدى تجار الجملة في أكبر المراكز التجارية العالمية عبر المنصة الإلكترونية. الخدمة الثانية بتتعلق بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى خدمتي التمويل والخدمات المصرفية والتأمين. تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية، احنا كان عندنا 23 فرع أغلبهم في أفريقيا، 16 فرع في أفريقيا بالإضافة لبعض الدول العربية وفرنسا. احنا ركزنا على 14 فرع فقط، منهم 8 في أفريقيا، رحنا البرازيل، رحنا الولايات المتحدة بالإضافة لفرنسا، بنفتح في ألمانيا ومخطط روسيا بإذن الله، دبي، الهند، ماليزيا والصين. بنفتتح النهاردة 6 منهم، غانا، الكاميرون، السودان، المغرب، جنوب أفريقيا، غانا، الكاميرون، السودان، فرنسا، دبي والصين. تمت مراجعة أساليب العمل تغييرها تماما لتعتمد على مدير محلي. احنا قبل كده كنا بنبعت مصري في الدول بيروح يقعد 2-3 سنين ويرجع على بال ما يعمل النتورك بتاعه وبيبقى رجع. قلنا لا، احنا عايزين نختار من اجود الكفاءات اللي موجودة في كل سوق وبيجي بالنتورك بتاعته، ما بتديش من الصفر، وكده بنضمن الاستدامة. نموذج العمل مبني على انه يبقى فيه مدير محلي وعدد صغير جدا من السيلزمن، وبعد كده بنعتمد على introducing brokers، جلابين للخدمة. النموذج ده بيعتمد على في سالري صغيره جدا والباقي كله بيجي من الكوميشنز على البيع، فكنا بنضمن ان المصالح واحده، مش حد قاعد نايم وبياخد فلوس على الفاضي. فهدفنا هو تكوين شبكه من الوكلاء في الدول المحيطه، دوله المركز زائد 3-4 دول حواليها، يعني ده مركز اقليمي للتسويق والبيع. من ناحيه الخدمات اللوجستيه زي ما الزميل تفضل قال، احنا تعاقدنا مع 15 من مقدمي هذه الخدمات، الشركات العالميه كلها تعاملنا معها، ما بين النقل البري داخل مصر من قدام بيت، من قدام ورشة المصدر إلى المينة التصدير، الشحن البحري والجوي، التخليص الجمركي، الفحص، التخزين، كل دي خدمات بيعملها موفر خدمة بسيرفيس ليفل أجريمنت ومتابعة يعني قريبة جدا. بالإضافة للخدمات المصرية، احنا البنك اللي بنتشرف ان البنك الأهلي المصري هو بنك الشركة بشبكة المراسلين وشبكة البنوك اللي تتعامل معاه، واحنا أضفنا لهذه البنوك الأفري أكزم بنك، بنك التنمية الأفريقي والتصدير، والبنك الإسلامي للتنمية. الشبكة دي هي بتقوم بالتحويلات، بتقوم بالتمويل، تمويل سواء البري اكسبورت فاينانس للمصدرين بتوعنا اللي ربما يكونوا محتاجين
رأس مال عامل عشان يكبروا البيزنس بتاعهم، إلى تمويل البيع بالأجل في الدول المستوردة بالتعاون مع البنوك اللي هي بنوك المشترين. برضو تعاقدنا مع شركة مصر للتأمين الشركة الوطنية لتقديم خدمة التأمين من ساعة البضاعة ما بناخدها من قدام الورشة، ورشة المصدر، إلى حين وصولها وقيامنا باستلام الفلوس في دولة الشراء. المنصة الإلكترونية أخذنا وقت شوية في تطويرها علشان نوصل للي احنا وصلنا له بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية. احنا أخذنا اللايسنس بتاعتنا من مايكروسوفت وشركة وادي النيل، بالإضافة هي السيستم انتجريتر، قعدنا يمكن سنة ونص بنشتغل عليها بنطورها لحد ما وصلنا للمستوى اللي احنا راضيين عنه النهاردة. تم تدريب كافة الموظفين والبرانش مانجرز على نظم العمل الجديدة، والنهاردة الإطلاق أول يوم عمل، من بكرة هنبتدي نتابع بإذن الله مهمة المدير الفروع الستة، يجيبوا لنا أكبر عدد من الوكلاء وتجار الجملة في الأسواق، وده الكي بي آي بتاعهم اللي هنتابعهم، ويعني بنأمل إن احنا نصل لعدد كبير من الوكلاء اللي بيشتغلوا طبعا على أساس بي تو بي، وبيشتغلوا بأحجام كبيرة مش أحجام صغيرة. لا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر لشركاء النجاح من المجالس التصديرية، الغرف الصناعية، غرف تجارية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جمعيات رجال الأعمال وغيرهم، على عظيم تعاونهم في نشر الوعي بين أعضائهم بأهمية وكيفية تسجيل منتجاتهم على الكتالوج. يعني من غيرهم ما كناش نقدر نسجل، احنا سجلنا 1200 تقريبا منتج، دول اللي تم تأهيلهم يعني، او تقدم لنا 1500 بس 300 ما كملوش ورقهم، 1200 كملوا ورقهم، ودول حطوا اكتر من 15,000 منتج بنبتدي بيهم الشغل النهاردة. زي ما قلت شركاء النجاح مقدمي الخدمات التكنولوجية إنسباير، وادي النيل، مايكروسوفت، أم بي أس، مقدمي الخدمات اللوجستية، دولت كثيرة جدا مش هقدر أقولهم، البنك الأهلي المصري، شركة مصر التأمين، من غيرهم لم يكن ممكنا أبدا الوصول لما قالت إليه اليوم، لتكون بحق شركة جسور هي بيت المصدر المصري. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر لجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة ليها، وعلى تشرفه ورعايته لإطلاق أول 6 مراكز للشركة والمنصة الإلكترونية اليوم. أخيرا وليس آخرا، بوجه الدعوة للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة للإسراع بتسجيل منتجاتهم. احنا بنسجل الشركات والمنتجات بفلوس، ما بناخدش حاجة، وكل اللي بناخده هو سكسس فيه عمولة بتاعة البيع والتسويق والخدمات قليلة جدا، عشان نضمن ان احنا نعرف نبيع في الأسواق برة، ونقدر ان احنا نكبر البزنس لشركائنا من القطاع الخاص. فنجاحنا هو من نجاحهم، مش هنقدر نكسب على حسابهم، احنا مجرد وسطاء بناخد عمولة صغيرة بس، عداد كبير بإذن الله يمكننا ان احنا نغطي مصاريفنا ونكسب احنا كمان. فيعني بدعو الشركات للإسراع بتسجيل منتجاتهم، العملية سهلة جدا، وفي فيديوهات على الويب سايت بتاعنا www.gusur.com.eg بيوضح للشركات إزاي تقدر إنها تسجل بمنتهى السهولة، وذلك حتى يتسنى لمصر تحقيق الهدف الذي وضع فخامة الرئيس للوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات بإذن الله، والله ولي التوفيق. شكرا فندم.